السلام عليكم، أحب أرحب بجميع متابعين قناة أكواد. اليوم جايب لكم أداة GSM Prime Tool. طبعا الأداة مجانية، تدعم معالجات الإكساينوس، الميديا تيك، معالجات كوالكوم. شلون أحمل الأداة؟ بكل بساطة توجه الجوجل، أكتب GSM Prime Tool، راح ادخل على الموقع الرسمي مع الأداة، بعدها ادخل هنا. طبعا الأداة باللغة الإسبانية، اضغط هنا للداونلود. طبعا الأداة اذا انزل هنا، طبعا الأداة تدعم التست مود هنا باللغة الإسبانية، عندي تدعم وضع الـ MTB، تدعم وضع الـ ADB. تمام، منطيك الأجهزة اللي تشتغل عليها. هنا وضع الأودين، وعندك المعالجات هنا للشاومي تشتغل على أندرويد 8.1، وهاي الأجهزة بالنسبة لأجهزة LG تشتغل على G7 G8، وهاي باقي الأجهزة اللي تشتغل عليها بالنسبة للLG. وهنا عندك الأندرويد، وضع الـ ADB والاف ار بي. تمام، بعد ما تنزل الأداة تضغط هنا، راح يوجهك للميديا فاير، تضغط على الداونلود، راح تبدي الأداة بالتنزيل مثل ما نشوف. تحملها، بعد ما يكمل عندك التحميل كالعادة، خل اغلق الأداة، توقف الأنتي فيروس. توقف الأنتي فيروس، أرجع أعيد، أو جدار الحماية تضغط على هذا السهم منه، تضغط على الفايروول، بعدها تضغط على الفيروس أند ثيرد بروتكشن، تجي على المانج سيتنج، هنا هاي تلقاها فعلة، توقفها. بعد ما وقفت ونزلت الأداة عندك بأي مسار، خل امسحها، ارجع استخرج الأداة. extract here، راح يطلب باسورد، اكتب GSM. طبعا الأغلبية راح يجون يسألون على الباسورد، GSM Prime، اضغط انتر، استخرج الأداة. تمام، اضغط دبل كليك، دبل كليك افتح الأداة. راح تفتح عندي الأداة بهاي الصورة. هنا المعالجات الميديا تيك، وهنا وضع الـ MTB، وهنا تشتغل عندي على هاي الأجهزة، أجهزة كوالكوم. أنا راح أراويكم فيديوين، فيديو على A10 وفيديو على A11، أشوفكم شلون قدر يتخطى الحماية عن طريق وضع الـ MTB بدون تفعيل التست مود، والوضع الثاني على أجهزة كوالكوم. مثل ما نشوف أمامنا هذا الجهاز A10 قافل على حساب جوجل، راح يربط الكيبل. بعد ما ربط الكيبل يضغط على سامسونج MTB. مثل ما نشوف تعرف الجهاز A10، انتظر. بعد ما ضغطت على وضع الـ MTB هسه راح يظهر هنا عندي بالجهاز موافقة، وافق عليه. لا تنسون متابعة القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. طبعا أنا أنزل كل الأدوات المجانية خاصة بتخطي حماية جوجل. أضغط على اللاو، مثل ما نشوف أمامنا توجه للإعدادات والأداة قاعد تشتغل. أخذت دقيقة 35، مباشرة فتحت حماية الـ FRB، تخطاها. هذا الجهاز الـ A10 مثل ما نشوفه أمامنا. انتظره يشتغل.
هذا الجهاز فتح انزالت الحماية مع الـ FRB بكل بساطة. هذا الجهاز الأول. بالنسبة للجهاز الثاني الـ A11 راح أدخل على الـ Device Manager. طبعا اجيب كيبل، الكيبل انا عاده مسبقا الرصاصي والاخضر حسب نوع الكيبل مالتك، او الاحمر والاخضر. تزلغ الوايرين وتطبقهن سوا، راح تدمجهن وتربط بالجهاز، تظل تضغط على الزر الاسفل لحد ما يتعرف عندك الكيبل. مثل ما نشوف بالديفايس مانجر تعرف الكيبل. حاليا كل شيء تمام. ارجع للاداه مالتي، اضغط على سامسونج FRB ADL. طبعا الجهاز هو وطافي راح يشتغل على وضع الريكفري مود، بس اسوي له ريستارت مباشرة راح اشوف الجهاز انزال FRB وكل شي تمام. اتمنى لكم يوم سعيد، تحياتي.